صباح الخير. انتخابات وتعديلات وهرج ومرج ومرسوم الأقدمية صب الزيت على نار العلاقات الرئاسية الملتهبة. الانتقال من الجدل إلى الفعل أشبه بخطوة مستحيلة، والغرق بوحول الخلافات المتحركة بين عين التينة وبعبدة أغرق معه البلد وشل المؤسسات. الحكومة أمام استحقاقات مؤتمرات الدعم الدولية لإنقاذ لبنان، والمواطنين أمام أزمة الأقساط المدرسية، حلم الكهرباء 24/24 وحل أزمة السير. أما بصراع الديوك، عودة إلى قانون حمورابي، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. مع بداية السنة الجديدة، مشروع جديد أطلقته وزارة الداخلية والبلديات بإصدار لوحات بيومترية للسيارات. هالتدبير من شأنه الحد من تزوير اللوحات واستغلالها أمنياً، والمشروع بدأ تنفيذه واقتضت مراكز النافعة والمعاينة بالمواطنين. ومثل غيره من المشاريع، تسارعت الشكاوى حول فرق الكلفة بين مركز وآخر. لرصد ردود الأفعال والتأكد من حقيقة الوضع، جالت كاميرا أخبار الصباح على أماكن تغيير اللوحات وعادت بها التقرير لزميلتنا بشرى عبيد. اتسع نطاق استخدام التكنولوجيا المتطورة والصيحات الذكية ليطاول لوحات السيارات، وللبناني حصة دائمة من مفاجآت الدولة، بعضها بتكون سارة وأكثرها بترمي بتقل عليه. وهالمرة بلوحة بيشوف البعض بتأمن جو من الأمان إذا بتمنع السرقات والتزوير والمخالفات، والبعض الآخر بيعتبرها سياسة بتنتهجها الطبقة السياسية، ما بتترجى منها إلا جني الأرباح. ما في بصير تزوير عليها، ما في من مكان يروح يصب نمرة إلا عبر النافعة. أنا هلا ما عادش في حدا يزور عليها، بس أنا بعرف كمان كرمال الرادار أحلى كمان صارت هلا أكبر وبالإنجلش دغري بيلقطوها. ما قال عازي هي يعني اللي بيزور هاي النمرة ما بيزور غيرها. امبارح شفت أنا على اليوتيوب والله العظيم كيف حاطين إنه بيحطوا مثل لزقة على الرقم والرادار ما بيقعد بيلقطها. شو ذنبي أنا أضل خمس ساعات يلا تطلع لي نمرة؟ جيت نعول السيارة سيسرعوني سيارة ولا طيارة؟ يمكن هالطريقة أضبط من الطرق الثانية و يعني بصير بخف التزوير. هلا اذا كانت المنفعة تنظيم اللوحات ومنع السرقات وغيره وغيره وغيره، يعني السارق لما بده يسرق السيارة بشيل اللوحات، بدل تبرير منه صعيب. قبل ما نتأكد من النمر من سلامتنا يأمنوا لنا مي، يأمنوا لنا كهرباء، يأمنوا اشياء كثيرة. شو ما في هذا النمر؟ يعني بعرف انه توصل عن بوصلة مرة صناعية على دائرة المرور. مراكز النافعة ومراكز الليبان بوست المشهد واحد، طوابير من الناس، فوضى وانتظار، والتكلفة بتتفاوت بين 45,000 لتوصل إلى أكثر من 100,000 ليرة بيتحملها مواطن تعبان من رحلة بحث مستمر عن موارد إضافية بسبب سوء الأوضاع المعيشية. قالوا هون 53,000، أخذوا 58,000، بالنافعة عم بيقولوا $50، وللأسف ما بنعرف ليه، يعني كل واحد كان فاتح على ذوقه. يعني واحد اذا بده يغير نمره وعم يدفع ميكانيك وعم يتجاوب مع كل شيء بتطلبه الدوله منه، بس التكلفه غاليه ما أنا رخيصه. يعني عم تروحي لتركبي النمره عم بتتشرحطي وعم بيستول عم يعني عم يستولوا عليك. في عالم يمكن ما قادره تدفع كل سنه، وكل اصلا اذا بتلاحظي كل سنه من اول السنه بدايه السنه بدنا ندفع ندفع ندفع، غير انه يعني ما عم بفهم نحن عم نشتغل لحالنا ولا للدولة، والدولة ما عم تعمل شيء لنا. بندفعهم خيي، بس ضبط الطرقات ضبط الجوار، كل يوم بدنا نغير دواليب وميزانية للسيارة ومية قصة ومين خدوا مصاري خيي، بس اعملوا شيء للعالم. عم بيقولوا نمرة ذكية، ان شاء الله تكون ذكية ما تكون هبلة. ننتقل إلى السؤال اليومي. سألنا الناس شو يعني الحيلة والفتيلة، والأجوبة بهالتقرير. الحيلة والفتيلة هذا مثل، الحيلة الميلو، الفتيلة إنه
احترقت خلص روح ميلو حيلة والفتيلة روحيت الحيلة والفتيلة أجدادنا ومن هالكبار نسمعه إنه هيدا صبي حيلتنا وفتيلتنا هو كل شيء بالدنيا الصبي كل شيء بالدنيا الحيلة والفتيلة البنت حنونة أكثر من الصبي الحيلة والفتيلة يعني هيدي رزقت أكثر من هيك ما في لي اللي الحيلة والفتيلة اللي بيملك الواحد الفتيلة ما تدور عليها باللكس جبل المبوريا ايوه ولا هاي الجيل القديم هيك كله شو كل واحد عنده مثل جديد هذا كل شيء بيملكه يعني بيقول لك هذا بيملكه هذه حيلته وفتيلته هذا اللي معه بالحيله انه كل يعني كل شيء بيملكه والفتيله انه كمان والله ما بعرف الفتيله تبعته هذا تبع بتضوي فيه تبع فينوس فتيله تبع اندير الكوز بحطوها فتيله وبشعلوها بتضوي طول الليل هاي الفتيله الحيله والفتيله انه هي يعني واحد ما معه الا هالشغله عنده هالشغله الحيله والفتيله هي ما عنده غيره حيله والفتيله يعني واحد طفران ما معه لا حيله ولا فتيله انت الحيله هو الحيله وهيدا الفتيله عنا الحيلة عنا الفتيلة يعني اللي بجيب تهدا هو الحيلة والفتيلة معي كم ألف هاي هي الفتيلة الحيلة ماذا موجودة هلأ حيلة والفتيلة حيلة والفتيلة الحيلة بتنزبع حدا والفتيلة بدها تولع الشمع من عند أيام سيدنا هانيبال قديم كتير هانيبال أي حد أجا بقى سكروت أول ما كان اخترعوا الشمع الحيلة والفتيلة الحيلة والفتيلة يعني هذا هو اللي معنا ما في غيرهم هذا كل اللي بنملكه الحمد لله رحمة رب العالمين بلا حيلة بلا فتيلة بار واحد بار حيلة والفتيلة بار الله لا يخليهم الله لا يوفقهم دنيا وآخرة لا بلا فتيلة لضل فتيلة حيلة والفتيلة يعني ما اللي ما معه مصاري هذه هي الحيلة والفتيلة اللي طفران على الآخر حيلة والفتيلة ما بشوف مرة ما طفران بالمرة يعني طفران بالمرة في معنى ما معه ناكله بني بيك على خبز الحوف من أشخاص أخذوا رابطين خبز النص ويتلبني معناتها فيه حيلة والفتيلة يعني لا وراه ولا قدامه ما معه شي طفران على الأخير ما في لا بيت ما في لا سيارة ولا شيء لك حمار ما عنده الحيلة والفتيلة إنه حيلة والفتيلة يعني معناتها بالمرة طفران الحيلة والفتيلة إنه لا في حيلة ولا في فتيلة إنه تشعل أو يكون معك مصاري ما في معه مصاري